برحب بيك مرة تانية كابتن هيثم، وبرحب بضيوفك الكرام. ألف مبروك طبعا فوز النادي الأهلي على نادي سموحة، مباراة قوية جدا. ألف مبروك لكل جماهير القلعة الحمراء. يعني في أحد اللحظات دي أنا معايا كابتن عمرو الجندي، يعني نجم فريق نادي الأهلي. برحب بيك طبعا في البداية كابتن عمرو، يعني قولي بقى شفت مباراة النهاردة إزاي، ويعني كلمني عن استعداداتكم كمان للمباريات المقبلة. أول حاجة الحمد لله على المكسب. الماتش النهاردة ابتدينا شوية مش كويس، كنا إحنا آخر ماتش لعبناهم في الكاس كسبنا مكسب كبير، فكنا مستعجلين مكسب شويه في الاول. في الهاف تايم لما كنتش تتكلم معانا قال لنا بس احنا محتاجين نهدى ونحسن قراراتنا، ومجرد بس ما حركنا الكوره ولعبنا مع بعض قدرنا نكسب برده بفارق كويس، ولعبنا كويس قوي في الثالث والرابع. بنحاول الماتش الجاي عندنا الزمالك في الزمالك، ماتش صعب يعني دلوقتي من اول دلوقتي ولا الثلاث ماتشات الجايين اقوياء، الزمالك جزيره اتحاد. يعني محتاجين نساعد الكوتش بكره في تمرين وبعد كده تمرينتين عشان نستعد للماتش، وزي اي ماتش يعني هنحاول نستعد له. الرايح جاي محتاجين نخلص يعني ان شاء الله اول عشان ناخد الطريق يعني بعد كده نلعب تامن وفي البلاي اوفس. كابتن عمرو، يعني كلمني عن اهم التعليمات او ابرز الحاجات اللي بتركزوا عليها قبل طبعا المباريات المهمه زي ماتش الزمالك اللي جاي. والله كل فريق بيبقى ليه استعداد خاص، يعني على حسب ازاي هيبقى ايه استراتيجيتنا الدفاعيه والهجوميه، فعلى حسب الماتش ده الكوتش هو اللي بيقوله. بنعمل فيديو ميتنج وبنعمل بنحضر للماتش ازاي، بنشوف ايه ابرز مفاتيح اللعب عند كل فريق وبنحاول نقفل. يعني كل ماتش بيبقى استعدادات مختلفه، لان يعني كل فريق بيبقى عنده استراتيجيه بيلعب بيها، واحنا بنحاول نحط جيم بلان كويسه ان احنا نقدر نكسب ان شاء الله. بشكرك جدا كابتن عمرو الجندي، نورتنا. شكرا كابتن هيثم، ده كان لقائنا مع كابتن عمرو الجندي احد طبعا نجوم سله رجال بالنادي الاهلي. بشكركم جدا، وعوده ليك كابتن هيثم مره ثانيه. زميلتي العزيزه روزان نصر من ارض الملعب، بشكرك شكرا جزيلا.